من بعد التعب الطويل بس تفوتوا بتتنهنى. ما ادري يا اخي شو هو يا اخي شو هو هذا كده عم تعمل انت؟ عم برجل. ها؟ برجل. شو يعني شو بتطلع هي؟ دخنة. هي يعني بتكون؟ هي دخنة بس 100%. ماشي بعد الفاصل بنشوف. سؤال مهضوم كتير. قديه هضامته؟ فوق 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 فوق. اوكي. ماشي؟ ماشي. من بعد التعب الطويل يدل عليك بس تفوتوا بتتنهنى. يا ويلي من بعد التعب الطويل بس تفوتوا بتتنهنى. يا الله يا الله عمالك. بتتنهنى. بتتنهنى. شو؟ بتتنهنى. بتتنهنى. شو؟ الحاف. الحاف؟ بطلت. تعرف شو هو؟ شو هو؟ بعد الفاصل. من بعد التعب الطويل بس تفوتوا بتتنهنى شو هو؟ بس فوتوا بتتنهنى؟ من بعد التعب الطويل بس تفوتوا بتتنهنى. أرجيلة. الأرجيلة؟ هي متأكد؟ متأكد. طيب بعد الفاصل بنعرف. من العيونة. ماشي. من بعد التعب الطويل بس تفوتوا بتتنهنى شو 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 لك يلا من بعد التعب الطويل بس تفوتوا بتتنهنى هيك بتتنهنى شو هو يلا الله يخليك نفكر فيها شوي فكر طيب. يا خيي بس تفوتوا بتتنهنى والحمد لله الحمد لله اجى دوري النبريش البنزين يا بيا انا قربت لك اياها مين قرب لك اياها الكبير من بعد التعب الطويل بس تفوتوا بتتنهنى بتنبسط كتير شو شو حدد شو هو اللي تفوتوا بس تفوتوا بتتنهنى من بعد التعب الطويل وهو هيدا من عندكم انت من العراق؟ اي نعم من العراق نحن منتشكركم كل يوم منتشكركم 100 مرة منتشكركم ومنصلي لكم لانكم وقفتوا معنا شكرا لانكم انتم شعب العراق الوحيدين اللي عن جد سندتونا بلبنان انتم شعب طيب ايضا حبيبي ونحن منحبكم واحنا وانا جمهور كبير بالعراق مش انه عم جامل وعم بالغ عم بالفعل واحنا واطي لبنان بأمرك أنا عراسي عم بسألوا سؤال هلا هاي فرجة بعد ما فكرت فيه والله جاي أفكر بيها بس تفوتوا بتتنهنى هو من عندكم من العراق وقربت لك المسافة كتير كتير قربت لك المسافة شو والله صعب يعني أكثر من فكرة جاية براس اللي فكرة واحدة اللي فكرة واحدة شو هي واحدة يلا ولو الله يخليك والله ما يعني اخي يقول لي فكره واحده يعني مثلا ممكن بس فرش اسنانك لا اكو غير شيء لا شو اكو غير شيء اسنان ما بتفوتها باسنانك بتفرش بتفوتها باسنانك بتصير فرش اسنانك مو انا قلت لك يعني حدد شو اسمه وين ما في حدد لك ما هو هذا من عندكم انا بالنسبه لي ايوه وانتم دعمتونا اذا تسالني انتم دعمتونا كثير الفلوس بس الفلوس. تفوتها يعني بجيبك اي بجيبك راح ترتاح نفسيا الفلوس انا بس قلت لك من بعد تعب طويل أيه الفلوس طبعاً. ممكن تفوتها بلحظة لا لا بس راح تتعب على طيب. انا ما تجيبها يعني ماشي مو هيك انا لحل لك الجواب ماشي. شو بدك الجواب بعد الفاصل من بعد التعب الطويل بس تفوتوا بتتنهنى شو بس تفوتوا بتتنهنى بتتنهنى لا مش ما تروح نيتك لبعيدة ما تكون نيتك عاطلة ما تكون نيتك عاطلة طب شو هو شو هو يلا من بعد التعب الطويل بعد التعب الطويل ايه. بس لا تفوتوا بتنهنى ايه لك ما في غيره لا 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 ساعدنا ساعدك يعني النطرة ايه النطرة صعبة نطرة النطرة صعبة حلوة قوية شو هي قربت لك المسافة النطرة كتير صعبة
الترين؟ الترين؟ مش عندنا بلبنان في ترين؟ ايه في ترين. في ترين. في ترين صح بعده مهر تحت مظبوط في ترين. في ترين. هيدا هو النطرة؟ هيدا شو في غيره؟ عم تحكي عن الترين؟ ترين شو في غيره؟ شو خلينا لشي تاني معلم؟ بس ترين وقفت على ترين؟ اه طرمبة البنزين. ايوه قربت لك المسافة يا كبير. كبير حلوة. حبيبي. حلوة. من بعد التعب الطويل بس تفوتوا ترتاح بتتنهنى شو هو؟ والله ما اعرف شو؟ ما اعرف هاي الشغلة. والله العظيم انك بتعرفها. والله بتعرفها. والله العظيم بتعرفها. اقول لك عمي وحياة الله بتعرفها. انا رجال صايم مصلي. تخيل بتعرفها بتعرفها. انا جاي شايف تخيل رقاصة وجاي لك تخيل. بس بتعرفها انت؟ لا ما هي من عندكم. لا والله من عندكم. والله العظيم من عندكم. اسمع ولا حلك شو هي؟ والله لحلك شو هي؟ من عندكم هي. شنو هي من عندكم؟ نحن بنتشكركم. والله نحن بنتشكركم. انت مش من العراق؟ ايه دقيقة والله هي من عندكم. شنو هي؟ لحلك شو هي هاي؟ ايه من بعد التعب الطويل بس تفوتوا بتتنهنى. بتعرف شو هو؟ ايه فرد البنزين. لانه بكون ناصح على طريق البنزين من عندكم. نحن بنتشكركم. من بعد التعب الطويل بس تفوتوا بتتنهنى. بتتنهنى. ايه شو هو؟ نهنى. بتتنهنى. بتتنهنى هيك يعني اذا بصح لك اثنين ما لحقوا لك. ايه شو هو؟ يعني الواحد بيخشى يعني ايه ايه بيخشى من شدة التعب. اه هي ايه طبعا شو بده يكون من شدة الألم. بعد الفاصل يا عم بنشوف النتيجة. طيب بعد التعب الطويل بس تفوتوا بتتنهنى. بتتنهنى بصير تعمل هيك ولا الصراحة لما عملت فيه ضروب لبنوت منخاف بعد روح لعنده. عند بنوت؟ اه مين بنوت؟ حسين بنوت. مين حسين بنوت؟ بنوت ما بعرف شو اسمه الصغير بنوت. انا بعرفه؟ ما بعرف اذا بتعرفه. لا عن جد بتعمل فيه ضروب انت لمين؟ لبنوت. مين بنوت؟ بنوت تعالوا النادي. اه هيدا هو بنوت عم تحكي عنه؟ ايه ممكن هيدا هو الجواب يعني؟ بس بخاف منه قبل ما بخاف من مين؟ من بنوت؟ من بنوت. انت بتخاف من بنوت؟ ولبنوت انا مرنه واللي بنوت شفته على الاثقال وقال الجسم اللي انا مرنه واللي انا كنت ادرك كل قتلي كسره فيها. روح اسال عنه. لك انا حسن عبد الله. روح اسال شو عامل فيه. روح اسال شو عامل فيه. وحياه الجر يا الله ليش سامحك. والله ليش سامحك يا غيره ولا اوكي اوكي, أوكي مش الحال خلص ما عادش رح نساله. ابا رح نساله. من بعد التعب الطويل بس تفوتوا بتتنهنى تنبسط. بس فوتوا بتتنهنى. ايه بس تفوتوا بتتنهنى. بس فوتوا بتتنهنى. لك شو شو نبريش المي. الله اكبر. لا 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 شو عرفك شو ضلني فوتوا كل يوم. كل يوم انت بضلك مقطوع من المي. ما في مي. عم تمزح. والله بتتنهنى بس تيجي المي. عم تحكي جد يعني بتفوت النبريش بقلب الخزان. فوت النبريش والله برافو. بتتنهنى وبس عبي بنزين بتتنهنى كمان. كل ما فوتوا بتتنهنى كمان. طب ليك اذا قلت لك شيء بتعرف شو هو شو النتيجه؟ شو النتيجه؟ فرد البنزين. فرد البنزين بس تفوتوا بالسياره بتتنهى. اوه هيدي احسن شيء هيدا يعني هلكونه حبيب قلبي. هيدي هي كامله. الله يطول بعمرك. يعني انا كل ما بعمل حزوره بتروح نيتكم لبعيد وبتروح نيتكم عاطله كثير. ليش؟ ما انت حضرتك بس كل لك ساعتين ديت واقف على محطه البنزين مع هيدا التعب وبس يعبوا لك بنزين يفوتوا الفرد بقلب السياره مع هيدا شو بتنبسط بيكون عندك فرحه بتصير ترقص وتغني وتعمل حركات صح انه يعبوا لك بنزين. هاي النتيجه. بحبكم كثير حسن عبد الله وما عادش فكروا بنيه عاطله. نحن هول حزازير بس لعب على الكلام.